بعيدا عن الأخبار السياسية والأمنية، انطلقت في محافظة واسط فعاليات مهرجان واسط السينمائية الدولي للأفلام القصيرة بدورته الرابعة، وبمشاركة 50 فيلما قصيرا لفنانين عراقيين وآخرين من دول عربية وأجنبية عدة. وعبر عدد من المشاركين العراقيين والعرب عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، مؤكدين وجود تطور ملحوظ في تنظيم وعمل المهرجان، مشيدين في الوقت ذاته بمحتويات الأفلام والأفكار التي تضمنتها العروض السينمائية. مهرجان واسط الدولي للأفلام القصيرة في نسخته الرابعة، عندما تلقينا الدعوة الكريمة من إدارة المهرجان جئنا إلى العراق على أجنحة الشوق والمحبة لنحل ضيوفا على أهلنا في العراق في محافظة واسط الجميلة، ونتمنى للمهرجان والقائمين عليه الاستمرار والنجاح أعواما عديدة مديدة إن شاء الله. عم شارك بمهرجان واسط بفيلم رؤيا، وكثير مبسوط بوجودي هون بالمهرجان وبالعراق كونه هيدي أول زيارة لإلي، وبتمنى أربح جائزة بالمهرجان. يعني بصراحة أجد أن مهرجان واسط السينمائي الدولي للأفلام القصيرة حقق مساحة محترمة في ساحة مهرجانات السينمائية العراقية، له حضور أصبح سنة بعد أخرى يتطور على مستوى الأفلام المشاركة، على مستوى الضيوف، على مستوى الحضور. هذا الكرنفال الجميل اليوم بالافتتاح يشي بتطور حقيقي لهذا المهرجان، أأمل له المزيد من التطور. وجدت أو لمست من إدارة المهرجان إصرار شديد على أن يتطور المهرجان نحو الأفضل. أتمنى أن يكون مهرجان الأفلام الروائية طويلة إن شاء الله في قادم الأيام.